للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد البهواشي، الباحث بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس. أهلا بحضرتك يا دكتور. في البداية، أعلنت الحكومة الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية على توفير السلع وأيضا على إتاحتها بأسعار مناسبة. كيف يمكن برأيك أن يسهم هذا الاتفاق في تهدئة الأسواق؟ بداية مرحب بحضرتك والسادة المشاهدين. طبعا هو الاتفاق دوت في إطار جهود الدولة يعني للحد من آثار الأزمة المالية العالمية الناتجة عن الأزمة الأوكرانية طبعا، وما خلفته من ارتفاع في معدلات التضخم. فالهدف طبعا زيادة المعروض في السلع الأساسية اللي هي تعد المؤشر الأكبر في معدل التضخم، طبعا زيادة المعروض من خلال المنافذ اللي بتقوم بتعاون كافة الوزارات. ويمكن النهارده السيادة يعني بنشوف النهارده معرض أهلا رمضان والإكوزيون السنوي، ده كله طبعا بيزيد المعروض وطبعا بيقلل الطلب على السلع الاستراتيجية، وفي بهدف أكبر إن هو الحد من معدل التضخم والمساهمة في تخفيف الأعباء على المواطن المصري. الحكومة أيضا أعلنت دكتور عن الإفراج على بضائع بتمثل ما قيمته 5 مليارات دولار من الموانئ، المتوقع تحديدا من هذا الإجراء؟ النهارده هنتكلم على اللي هي السلع اللي كانت متراكمه في الموانئ المصريه، بتكلم على سلع استراتيجيه في السوق المصري كان في احتياج اليها، وكانت مشكله طبعا اللي بتقابل في توفير الدولار او العمله الصعبه للافراج عن هذه السلع. فجهود الدوله النهارده بنشوف اثار ايجابيه، في خلال شهر ديسمبر تم الافراج عن ما يزيد بقيمته عن 5 مليار دولار، طبعا بيخلق حاله من الرواج للسلع الاساسيه اللي بيحتاجها السوق المصري. نعم. ومنها مدخلات الانتاج، ومنها السلع الغذائيه اللي الاستراتيجيه، ومنها ما تحتاجه وزاره الصحه يعني بتكلم بصفه عامه السلع الاستراتيجيه في السوق المصري في حاجه اليها. طبعا جهود محموده جدا للحكومه للحد من هذه الندره في هذه السلع، طبعا موفرتها اعتقد ان هي ستعود بالنفع او بتقليل من معدلات التضخم اللي ارتفعت الفتره اللي فاتت. وهنشوف ان شاء الله نلتمس باذن الله الفتره القادمه نشوف اثار ايجابيه لهذه الانفراجه في الاسواق لسد احتياجاتها من السلع الاساسيه. نعم دكتور محمد، ايضا مثلما تابعنا وحضرتك اكيد تابعت الخبر السابق، انه الحكومه ايضا بتقوم ببعض المعارض، بافتتاح بعض المعارض اللي بتقدم اسعار مناسبه للمواطن المصري مثل اهلا رمضان، وقامت بتبكير مثلا مثل هذا النوع من المعارض حتى يقدم أسعار مناسبة بالنسبة للسلع الأساسية للمواطن. برأيك يعني ما أهمية وجود هذه المعارض في هذا التوقيت تحديدا؟ طبعا هو مش جديد على الحكومة النهاردة أن هي بتضخ السلع الأساسية اللي بيحتاجها المواطن بكثرة في الأزمات. يعني احنا شفنا دايما أن هي بيكون في منافذ بتقول تكاتف جهود الدولة، سواء وزارة الدولة، وزارة الزراعة، وزارة التموين، القوات المسلحة، شرطة، بتزيد منافذها على مستوى الجمهورية ومنافذ ثابتة ومتنقلة. طبعا معرض أهل رمضان بيتم تفكيره أن يتم في خلال يناير العام الجديد إن شاء الله. أعتقد أن هي سيخلق حالة من الرواج طبعا في ظل الأزمة اللي بيمر بيها العالم من نقص السلع الغذائية. الحمد لله السلع الغذائية في الإطار الآمن موجودة الحمد لله بوفرة، فزيادة المنافذ أعتقد أنها بتخلق حالة أو سوق موازي لطرح هذه السلع، وبيحد من حالة الطلب المستعرة في أو الطلب الإمكانية. الموضوع لينا على بعد نفسي أكثر، أن المواطن يلمس أن السلع اللي بيحتاجها موجودة وبوفرة. فاعتقد ان هي ان شاء الله يكون لها مردود اقتصادي في تخفيض معدل التضخم اللي ارتفع نتيجه الازمه العالميه. نعم، ايضا بناء على ما ذكرت المعطيات اللي حضرتك ذكرتها دكتور محمد، وفي ظل الازمه الاقتصاديه العالميه وارتفاع اسعار السلع الغذائيه بشكل كبير، ما هي ابرز جهود الدوله الى جانب مثل هذه المعارض ايضا في مواجهه ارتفاع الاسعار، وذلك على الصعيد العالمي على الصعيد الدولي بشكل كامل؟ احنا يعني مصر بصراحه مرت بازمتين عالميتين كانوا شديد الوطأة جدا، النهارده ازمه كورونا والازمه الروسيه الاوكرانيه. الحمد لله الجهود اللي بذلتها الدوله سواء في جهود فيها مسؤوليه مجتمعيه لكافه الجهات سواء الحكوميه او منظمات العمل الاهلي او المجتمعي، زياده المعروض وزياده السلع الاساسيه اللي بيحتاجها المواطن من خلال جهود الدوله ومنافذها في كافه الوزارات. برضو على المقابل كان في جهود لوزاره الداخليه لضبط الاسواق
وضبط المحتكري القله اللي بتحتكر السلع الاساسيه. طبعا بنشوف جهود الدوله النهارده في البعد الاقتصادي، وهي يعني في فكر جديد للابقاء على الصناعه المصريه ودعمها، والنهارده بقت الاغلب يعني الصناعات المستقبليه اللي هي بتخلق ضغط على الدولار، النهارده بقى في اتجاه، وبنشوف النهارده اتجاه حقيقي، النهارده ابتدينا ننفذ هذه الامور على ارض الواقع، وبقى في انتاج مصري بديل المستورد. فكل هذه الامور طبعا هي جهود الدوله. طبعا الامور دي ما كانتش صعبه قوي تتحقق بدون برامج اصلاحيه اللي انتهجتها الدوله خلال الفتره الماضيه. احنا بنتكلم على 8 سنين بنينا مصر جديده، بقت في جمهوريه جديده. صحيح. الازمه العالميه او الازمتين العالميتين اللي مرت بيهم مصر في خلال السنتين الماضيين ما كانش ممكن اصلا يتحقق معدلات نمو ايجابيه اللي احنا بنشوفها في نمو اقتصادي، او اللي بنحافظ الى الان في ظل الازمه العالميه ان احنا بنحافظ على معدل البطاله في مساره النزولي نتيجه المشروعات القوميه اللي انتهجتها الدوله. طبعا الجهود اللي بذلتها الدوله كتيره، ويمكن صعب ان نحصرها في وقت قليل، لكن هي يمكن هو ده اللي وصلنا النهارده ان احنا وصف الاقتصاد المصري بالمرونه في امتصاص الصدمه، والحمد لله ان احنا قادرين نتعامل مع مستجدات الاحداث اللي بتشتد يوم بعد يوم، يمكن لحظه بعد لحظه. لا الى الان الحمد لله عندنا البدائل اللي بنتحرك من خلالها، ويمكن الاخيره طبعا زياده المنافذ للسلع الاساسيه اللي بيحتاجها المواطن، واخيرها طبعا يعني مبادره اهلا رمضان اللي تم تقديمها ليكون مع بدايه يناير العام القادم باذن الله. نعم دكتور بهواشي، يعني اخر سؤال لحضرتك، الاجهزه الرقابيه لها دور كبير للغايه في ضبط المخالفين الذين يقومون برفع الاسعار، ما هو الدور الذي ستقوم به الاجهزه الرقابيه خلال هذه المرحله وايضا المرحله القادمه ان شاء الله من اجل مواجهه ارتفاع الاسعار؟ خلينا نقول برضو ان في من ضمن الاعباء الكبيره جدا كان في الازمه اللي يمكن من ضمن الاسباب الاقتصاديه اللي احنا بنمر بيها، ان في قله من المواطنين بتستغل الازمه لمنافع شخصيه. النهارده بنشوف جزء منهم بيحتكر السلع الاساسيه لتحقيق منافع او تحقيق ارباح مبالغ فيها، بنشوف البعض الاخر بيتاجر في العمله الصعبه عشان يحقق منها. النهارده يمكن هو ده الجزء القليل، وهي الحمد لله ان هم قله، ان هم بيغلبوا المصلحه الشخصيه. فالنهارده وجود الجهات الرقابيه بيبرز دور جهود الدوله طبعا، وبيخف من يعني بيحاول من ضبط الاسواق وتوفير السلع الاساسيه اللي بيحتاجها المواطن. فجهود الدوله النهارده الحمد لله في اطارها الصحيح، وجهود محموده جدا، وبنشد على ايدين هذه الجهات الرقابيه. يمكن احنا بنعددها اكثر من وزاره الداخليه فقط، وزاره الداخليه والرقابه الاداريه واجهزه الدوله السياديه. فالحمد لله النهارده مصر في امان وفي ايدي امينه، ان احنا ان شاء الله باذن الله بجهود بهذه الجهود وتضافرها مع كافه الجهات المعنيه في الحكومه ان احنا نعبر من هذه الازمه ونخفف من حده وطئتها على المواطن المصري. اشكرك جزيل الشكر دكتور محمد البهواشي الباحث بكليه السياسه والاقتصاد جامعه السويس، شكرا جزيلا على هذه المشاركه.